شادي مش فاهم قاعد عم بحضر المباراة قاعد ولا ولا انت ذاكرتك ضعيفة صايرة ولا يعني أبا 27-13 ضايل دقيقتين للكورتر الأول لا يعني عندهم جارد بس واحد مفهوم لا مش من عندهم ما يا حبيبي رد علي عند شو اسمه بعرفه الايجنت تبعه صاحبي ومسجل عليه دخلت بالانترنت شفته الموضوع تاني لا يعني بلعب مش معاطل بس انه هدول عم بيلعبوا كتير احسن اليوم لعب منيح لهلا جايب 9 نقاط من 30 في الكورتر الاول لا فهم وأظل عندي على المنصة حكيت بدي يسوي على المنزل وحكيت امبارح للمدرب تبعه وحكوا معه وخلص ثقته صارت بنفسه شفتهم على الموبايل بس مش فاضي لهم بشوفها انا بس افتحهم واراهم اليوم بس ارجع بس بعد المباراة الثانية اوكي وبعدين اسمع شوف المدرب لانه كريس مرض واخذوه بطنه كان يوجعه اخذوه عملوا له فحوصات وشيء وبعث لي صور الفحوصات هلا اوكي حبيبي يلا